ولكن الاسلام كيحرم لادوبسيون، ما خلناش هكذا، خاطر ممكن واحد يقول لا لا، لكن الحنان كيجيب الطفل تحن عليه وتحبه وتقريه، مسكين ما عندوش مواليه، ايه من بعد درك نعطي لك الحل، الكفاله. والشريعه غلقت باب الحرام وفتحت باب الحلال، وروح برك بالعقل، برك كي تفارى العقل، اخذ مواد كفاله، خدم ريكو ليغال الكفاله، تجوز 100% وعندك حسنات ويساعدك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انا وكافي اليتيم في الجنه كهاتين، وفي روايه كهاتين في الجنه، معنى انت تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم تروح في الجنه، راك تروح الجنه. علاه؟ لخاطر تكفلت، جبت طفل ولا طفله وربيتهم، فربى دقروز قشيشنا قشيشنا غصين سير الله جارس فرحي كيد النبي صلى الله عليه وسلم. اما السادي ولكن ما تيلميه كفاله، تقرز كلش. لذلك القوانين المختلفة خاصة الصادرة من الشريعة الإسلامية تمنع التبني وتبيح الكفالة، منها في الجزائر لا لوا 94/11، القانون 84/11، المعدل والمتمم بالأمر 05/02 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005، في المادة 116 حتى المادة 125. La loi 94/11, l'article 116, حتى 125, كاين احكام الكفاله. تجوز اعطي قريه، اعطي له دوناسيون، يجوز اكتب له دار، فيلا، باطيمه، سياره، نورمال. حبيت تدير له تيستامون، وصيه، نورمال، في حدود الثلث. يعني كوتي مورال كوتي ماتيريال، كل شيء كاين في الشريعه والقانون الجزائري. أرجو. أما التبني لادوبسيون حرام حتى في القانون، ممنوع. الارتيكل 46 المادة 46 تنص بالحرف الواحد على ما يلي: يمنع التبني شرعا وقانونا. الارتيكل صغيرة، يمنع التبني شرعا وقانونا، هذا في الجزائر. ولكن أرجو في موضوع تغيير اللقب، عندنا واحد الدكري واحد المرسوم رقم 71/157 خاص بتغيير اللقب. اي انسان عنده حق يغير اللقب نتاعو، مي كان دي بروسيدور يون في عجيفار نون فامي ينس يسعى لحقاتي في الدل، مثل اون فاي دو روت ا سويفر، هناك يعني طريقه منهجيه قانونيه لاتباعها. هذا في القانون في المرسوم سبعه، مرسوم 71 شلطه 157، شفوا عليه، هذا مرسوم مليح بزاف. ولكن صدر واحد المرسوم في 92/1992 الرقم نتاعو 92/24، هذا حبس، هذا لازم نفوتوه في الغربال. المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 71/157 المتضمن لتغيير اللقب، هذا المرسوم الجديد يحتاج إلى أن نفوتوه في سكانير في الغربال، عندنا فيه دي رومارك كثيرة، الوقت ما يسمح لناش، وإلى نخليه التفسير نروحوا للقانون، فقط هذه إشارات فقط.